مدينة درينكيو الغامضة، مدينة تحت الأرض. اختلف العلماء على من بنيها وكيف كانت تحت الأرض وكيف عاش الناس فيها وهل بنيها الجن، ولكن علماء آخرين أكدوا أن هذه المدينة لا يمكن أن تكون من صنع البشر في ذلك الوقت الذي لا يوجد به أي تكنولوجيا. ياريت نعمل لايك للفيديو ونفعل جرس التنبيهات لكي يصلنا كل إشعارات القناة إن شاء الله. مدينة درينكيو، مدينة غامضة تحت الأرض، لكن من بنيها؟ مدينة درينكيو الغامضة هي مدينة تحت الأرض. اختلف العلماء على من بنيها وكيف كانت تحت الأرض وكيف عاش الناس فيها. يطلق عليها أغلب الأشخاص مدينة الجن. تقع مدينة درينكيو في محافظة نيفشير، وبالتحديد في منطقة كابادوكيا في وسط منطقة الأنادورة في تركيا، ويكون معنى اسم هذه المدينة باللغة العربية البئر العميق. هذه المدينة الأثرية يعود عمرها إلى قرون ما قبل الميلاد، وتم تصميمها لتضم وتتسع لأكثر من 50,000 نسمة، وسكنها فعليا 20,000 نسمة على مر العصور، وتلك التقديرات التي حددها العلماء. مدينة درينكيو شبيهة لأغلب المدن الأثرية اللي تم اكتشافها، وبتحتوي المدينة على أماكن مؤسسة تأسيس قديم وممرات ضيقة وواسعة وأبار وقنوات مائية تم استخدامها من قبل السكان، كما وجد أيضا مدارس قديمة وأماكن للعبادة، كما أنه كان هناك مقابر. من قام ببناء مدينة درينكيو الغامضة؟ رأى بعض العلماء أن الحثيين هم شعب الأنضوليين القديم، قاموا بإنشاء إمبراطورية بين القرنين 15 و16 قبل الميلاد. هم من قام ببناء هذه المدينة، ولكن قال علماء آخرون أن الفرجيين هم أصحاب المدينة، والدليل بسبب النقوش والكتابات على جدران المدينة واللي تم إيجادها بلغتهم. لكن علماء آخرين أكدوا أن هذه المدينة لا يمكن أن تكون من صنع البشر في تلك الحقبة الزمنية، وده بسبب البناء الدقيق، وجميع الصخور التي تم بناء المدينة منها هي صخور بركانية لينة وبتستطيع تحمل الطبقات، كما أن التصميم الهندسي الداخلي دقيق جدا ومتقن. وأكد العلماء أنه لم يحدث أي انسداد أو انهيار، وذلك مع عدم وجود تكنولوجيا. أكد المهندسين المختصين أن كان هناك الكثير من الحضارات، وأكدوا أن استحالة بناء مدينة درينكيو جديدة حتى مع وجود آلات ومعدات حديثة. يقول السكان أن هذه المدينة من بناء الجن، وأن سكانها من الجن وقاموا بترك المدينة بعد أن تم بناء سطح الأرض، ولكن هذا الاعتقاد بسبب أن استحالة بناء مثل هذه المدينة من البشر. لكن كيف تم اكتشاف مدينة درينكيو الغامضة؟ كل التفاصيل هذه تم اكتشافها في موقع لا يمكن أن يخطر على بال أحد، فهذه المدينة بكل ما ورد تقع بالكامل تحت الأرض. قال حسن أنور محافظ نفشير إن هذه المدينة تقع على عمق أكثر من 85 مترا تحت سطح الأرض، ولم يتمكن العلماء من التوصل إلى 51 مترا فقط، ولكنها تغطي مساحة كبيرة حوالي 400,000 متر تحت سطح الأرض. أغلب القصص اللي تم سردها عن طريق اكتشافها مختلفة، لكن أكدت السلطات أنها أثناء هدم البيوت القديمة وبناء طرقات جديدة في حوالي 11 منطقة يتوزعون حول قلعة قديمة، تم العثور على موقع أثري وقد تم اكتشاف المدينة. لكن في قصة أخرى لاكتشاف المدينة، إن هناك سائحين من تونس والمغرب قد عثروا على الطبقة الأولى من المدينة وقاموا بإبلاغ السلطات المختصة، وقامت السلطات بالبحث وتم اكتشاف معالم مدينة درينكيو. في قصة أخرى بيخبرها سكان المدينة بيقولوا إن أحد سكان المدينة أثناء قيامه بهدم أحد جدران في منزله تفاجأ بوجود غرفة فدخل إليها، ثم وجد عدد كبير من الغرف، وكان ذلك الاكتشاف عام 1963. ثم حدث اكتشافات كثيرة وظهرت مدينة درينكيو عام 1969 ميلاديا. مدينة درينكيو الغامضة وأسباب غموضها. هذه المدينة غير أنها مبنية بالكامل تحت سطح الأرض، هذه المدينة تم إنشائها على شكل طبقات، وهي بتتكون من 8 طوابق، لكن هذه المدينة تغوص في عمق الأرض. وقال علماء الأثار أن هناك 20 طبقة من المدينة يكون على عمق 51 متر تم اكتشافها، والعمق المتبقي بيحتوي على طبقات أخرى ولكن لم يتم اكتشافها، ولكن 8 من الطبقات يمكن للسائحين زيارتها فقط، وأما الطبقات الأخرى تحت البحث والدراسة. الطبقة الأولى يقول علماء الأثار أن بناءها يعود إلى 1400 عام، والطبقات الأعمق يعود تاريخها إلى أقدم من هذا. وداخل المدينة يمكن رؤية أنفاق بطول 8 كيلومتر، وهذه الأنفاق توصل لمدن أخرى موجودة تحت الأرض، وهذه الطرق والأنفاق هي دليل على وجود تعاون بين الحضارات. كيف كانت العيشة في مدينة درينكيو الغامضة؟ قال المؤرخون إن هذه المدينة تم الإقامة فيها من شعوب مختلفة، وهذه الشعوب
سكنوا هذه المدينة هربا من الحروب، لأن هذه المدينة توفر الكثير من سبل الراحة، وذلك لأن الطبقات التي تلت الطبقات الأولى كانت عبارة عن غرف مخصصة للأطفال، وكان هناك مطابخ مجهزة. ولكن كيف كان التنفس تحت الأرض؟ وعلى هذا العمق اكتشف العلماء أنه هناك فتحات للتهوية، وهي عبارة عن 15,000 فتح التهوية وموزعة على جميع طبقات المدينة وعلى طول الممرات، وذلك سمح بدخول الهواء النقي للمدينة حتى أعمق النقط فيها، وذلك تم بهندسة دقيقة ومتطورة وفريدة من نوعها. تم اكتشاف سلالم أيضا للتنقل بين أنحاء الطبقات والمدينة، ولكن غرف السكن لم يكن هناك سلالم لها. كما وجد العلماء غرفة كبيرة جدا السقف بها على شكل صخور مدببة وهي في الطابق الثالث، وخمن العلماء أنها تكون المدرسة التعليمية. كما تم اكتشاف في الطابق السابع كنيسة تم إعدادها، وأنها من أجمل كنائس العالم وبها آيات من الإنجيل محفورة على الجدران كما يقال. وقال خبراء الأثار إن هذه الكنيسة تم بناءها في عهد الإمبراطورية الرومانية، وعلى الأغلب إن المسيحيين الأوائل الذين عانوا من اضطهاد الدولة الرومانية قاموا باللجوء إلى هذه المدينة. تم العثور على هياكل عظمية لا تخص البشر ولكن تخص الحيوانات، فكان هناك حظائر لتربية المواشي وإسطبلات للخيل، وكان طول العام في المدينة درجة الحرارة ثابتة، وده كان سبب كبير من أن السكان كانوا يحفظون الطعام بعيدا عن العفن، وكان يتم حفظ اللحوم بشكل سهل. تم اكتشاف أكثر من 52 بئر للماء يتغذى جميع البشر منهم، وكان في هناك نهر تم صنعه يمر في جميع أنحاء المدينة، وكان ذلك يوفر عيشة كريمة للسكان. الحماية من العوامل الخارجية داخل مدينة درينكيو الغامضة، كان هناك طرق كثيرة للحماية وسد منافذ المدينة. قال علماء الأثار إن أبواب المدينة كانت عبارة عن صخور ضخمة وثقيلة، وكانت جميع أبواب المدينة المطلة على سطح الأرض كانت تغلق بواسطة هذه الصخور الضخمة، لها فتحة من المنتصف وكل طابق يتم غلقه بشكل منفرد. كان هناك أبواب داخلية أيضا وبيتم غلقها بصخور أيضا، كان يتم تدحرجها لتقفل أبواب الطابق، ولكن هذه الصخور لم يتم فتحها إلا من الداخل فقط، ولو أراد أحد غزو المدينة لن يستطيع. يرى العلماء أن هذه الأبواب هي التي ساعدت على الحفاظ على هذه المدينة على مر العصور، وهذه الأبواب هي السبب في منع اكتشاف هذه المدينة طوال هذه المدة الزمنية. ومن أبرز الحضارات التي سكنت المدينة هي الحضارة الآشورية، وده بسبب أن علماء الأثار وجدوا بعض النقوش والكتابات على جدران المدينة. آخر السكان الذين سكنوا المدينة قاموا بهجرها في بداية القرن العشرين، وكان يعتقد العلماء أنهم غير مسلمين، والذين قاموا بالاختباء هربا من الدولة العثمانية، وقد ترك السكان جميع أغراضهم عند الخروج منها، وما اكتشفه علماء الأثار.